السلام عليكم. توقيت مباراة الرجاء الرياضي ونهضة الزمامرة في الجولة 11 من البطولة المغربية الاحترافية إن والقسم الأول 2023-2024، والقنوات الناقلة لهذه المباراة. يحتل الرجاء الرياضي المركز الثالث في ترتيب البطولة المغربية الاحترافية إن والقسم الأول برصيد 20 نقطة، ويحتل نهضة الزمامرة المركز السابع برصيد 15 نقطة، ويستضيف الملعب البلدي ببرشيد لقاء الرجاء الرياضي ضد نهضة الزمامرة في الجولة 11 من ذهاب البطولة المغربية الاحترافية إن والقسم الأول اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 في حدود الساعة 3 مساء بتوقيت المغرب، 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية.